كبير وجامع فيرمون. يعني سياحه، وهي هي سياحه ولا لا؟ نعم في سياحه فلكيه يعني. سياحه. طيب نحكي انه يعني انتم لما كنتوا تقعدوا مع الاهل مع كيف كان يحكوا عن الحصاديه؟ شو بتتفائلوا فيه؟ الصراحه هي ايش تشويق الشباب، لان الشباب بيعرفوا الموضوع هذا بشكل عام، يكون عندهم معلومه. انا جينا وابانا شو كانوا يسووا بالزمانات خلال قمر حصادين، حيث كانوا انه زمان يعني لما يطلع قمر حصادين كانوا يمارسوا عملهم اثناء الليل، يكون قمر مكتمل وقريب على الارض، فيحكوا لنا شو كيف كانوا يشتغلوا وكيف كان درب الاباء والاجداد ماشي عليه خلال السنوات الماضيه. انه صراحه ايش تشويق، لازم اي شاب يتعلم من الثقافه هاي اللي كانت انه زمان ما نتخلى عنها ابدا. شكرا. شكرا.